من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقه حول الحديث الرابع من باب المشيئه والاراده من كتاب الكافي الشريف يروي عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام انه قال ان لله ارادتين ومشيئتين اراده حتم واراده عزم ينهى وهو يشاء ويامر وهو لا يشاء ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يمثل بمثالين لبيان ما ذكره الله سبحانه وتعالى كما بينا في الحلقه الماضيه له اراده تشريعيه واراده تكوينيه الاراده التكوينيه بمعنى خلقه للاشياء وتدبيره لامورها اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون في الخلق وكذلك في التدبير هذه الإرادة التكوينية، وأما الإرادة التشريعية بمعنى إنزال الأحكام الشرعية، الله سبحانه وتعالى أراد حرمة الخمر فحرم الخمر، أراد وجوب الصلاة فأوجب الصلاة على العباد، وأيضاً هذه الإرادة لا تنفك عن المراد. يعني الله اراد صدور الحكم فصدر الحكم كما بيناه مفصلا في الحلقه الماضيه هذا الحديث يبين ان الاراده التكوينيه على قسمين وكذلك الاراده التشريعيه على قسمين لان الاراده من صفات فعل الله سبحانه وتعالى ولذلك يمكن تقسيمها الى القسمين المختلفين لان افعال الله سبحانه وتعالى كثيره وليست الاراده من صفات الذات حتى لا يكون تعدد فيها لان صفات الذات هي عين ذات الله وذات الله بسيطه لا تعدد فيها الاراده من صفات الفعل كما مر بحثه مفصلا يدل على ذلك متواتر الروايات هناك اراده تكوينيه اراده حتم واراده تكوينيه لا اراده حتم مثلا الله سبحانه وتعالى اراد عذاب قوم يونس لكن هذه لم تكن إرادة حاتم، وإنما أراد المقدمات فأظلهم العذاب، ثم بدا لله سبحانه وتعالى فرفع عنهم العذاب، لما تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين لكن بالنسبه الى قوم عاد وثمود كانت الاراده بعذابهم اراده حتم ولذلك الله سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام أرسل عليهم العذاب فأبادهم عن بكرة أبيهم فالإرادة التكوينية قد تكون إرادة حتم لا بداء فيها وقد تكون إرادة عزم فيها البداء وكذلك بالنسبة إلى الإرادة التشريعية الله سبحانه وتعالى قد يصدر حكما هذا الحكم لا نسخ فيه أوجب الصلاة أقيموا الصلاة الصلاة شرعها الله ولم ينسخها لذلك الناس الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وإلى هذا اليوم، وإلى يوم القيامة، إلى أن يرث الأرض ومن عليها، الصلاة واجبة عليهم. هذه إرادة، إرادة تشريعية، وهي إرادة حتم. لكن قد تكون له إرادة تشريعية فيها النسخ. الله سبحانه وتعالى يأمر.. ثم ينسخ ذلك، كما في قضية إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وذبح ولده، الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن يذبح ولده، هذه كانت إرادة تشريعية لكن ليست إرادة حتم. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى ما كان يريد تحقق الذبح. ما كان يريد ذلك، وانما كان يريد امتحان ابراهيم. هناك مساله بين قوسين نذكرها، يذكرها علماء الاصول. يقولون انه الحكم الشرعي من الوجوب والحرمه وسائر الاحكام، تكون عن مصلحة لأن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يأمر ولا ينهى إلا إذا كانت هناك مصلحة فإذا لم تكن مصلحة هو قادر لكن حكمته تكون سببا لعدم إصدار الحكم لعدم وجود المصلحة زين هذه المصلحة قد تكون في المتعلق وقد تكون في نفس ال حكم المصلحه في المتعلق يعني الصلاه الصلاه مصلحه في ان يقوم العبد ان يتوضا ان يقف امام القبله ان يكبر ان يقرا الحمد والسوره ويركع ويسجد الى التشهد والتسليم نفس هذه الافعال فيها المصلحه لذلك امر الله سبحانه وتعالى بالصلاه وقد لا يكون المتعلق فيه مصلحة لكن نفس صدور الحكم يكون فيه مصلحة يعني مثلا في أمر إبراهيم بذبح ولده أن يذبح الولد هذا ما كان في مصلحة لكن لماذا الله سبحانه وتعالى أمر المصلحة في نفس الأمر لأن هذا أمر امتحاني الله سبحانه وتعالى يمتحن ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما الله سبحانه وتعالى اراد ان يليق ابراهيم لمنصب الامامه بعد منصب النبوه فامتحنه بعده امتحانات في بعض الروايات يرويها الصدوق رضوان الله تعالى عليه مذكور هذه المراحل المختلفة منها نار نمرود هذه كانت إحدى الكلمات التي امتحنها الله سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم بها إلى أن أعظم تلك الكلمات والابتلاءات والامتحانات كان أمره بذبح ولده بعد ان رزقه هذا الولد على كبر هنا المصلحه كان في نفس الامر لا في المتعلق يعني لا ان يذبح الولد لا المصلحه في نفس صدور هذا الحكم ولذلك فلما اسلم وتله للجبين اسلم بمعنى انه أمام أمر الله سبحانه وتعالى استسلم إبراهيم مستسلم لأمر الله وإسماعيل أيضا مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين يعني وضعه على الأرض وأخرج السكين ليذبحه هناك في بعض الروايات أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان يقلب السكين الطرف اللي غير الحاد فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذبح ولده فقد صدق هذا الأمر يعني امتثل هذا الأمر ونجح في هذا الامتحان زين المصلحة كانت في نفس صدور الأمر لا في المتعلق زين نأتي هنا، الله سبحانه وتعالى له إرادتان تشريعيتان، إرادة حاتم وجوب الصلاة، إرادة عزم اللي هذا الحكم نسخ، مثل إرادة ذبح ولد إبراهيم بيد أبيه، فإذا الله سبحانه وتعالى له. اراده تكوينيه محتومه واراده تكوينيه غير محتومه اراده تشريعيه محتومه واراده تشريعيه غير محتومه في الاراده التشريعيه والتكوينيه المحتومتين ماكو تغيير الله سبحانه وتعالى اراد اراده محتومه عذاب قوم لوط مثلا هذه كانت اراده حتم لذلك حينما جاء الملائكه وصلوا الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام يجادلنا في قوم لوط ابراهيم قام يشفع لهم بان الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم لكن هذه الشفاعه ما كانت مقبوله لماذا لانه الاراده كانت اراده حتم الله سبحانه وتعالى أراد إرادة حتم أن يعذب قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها هسه إبراهيم أجا وشفع لهم الله سبحانه وتعالى ما نفذ تلك الشفاعة لكن بالنسبة إلى قوم يونس الله سبحانه وتعالى كانت إرادته بتعذيبهم إرادته إرادة تكوينية لكن إرادة عزم فلذلك عندما اظلهم العذاب الله سبحانه وتعالى راهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا حينما راهم الله سبحانه وتعالى تضرعوا كشف عنهم العذاب لانهم امنوا بالله سبحانه وتعالى عكس اقوام اخرى فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم هذه الغيوم التي كان فيها العذاب هذه حينما جاءت الى اوديه هؤلاء القوم الذين اراد الله سبحانه وتعالى عذابهم هؤلاء استبشروا بها تصوروها انه هذه سحب فيها امطار ما تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى فلذا الله لم يكشف عنهم العذاب فما هو الفرق بين قوم لوط الذين اراد الله عذابهم وقوم يونس الذين اراد الله ايضا عذابهم، الفرق ان في عذاب قوم لوط كانت اراده حتم في عذاب قوم يونس كانت اراده عزم لذا الله سبحانه وتعالى بدا له فاراد ان يمتعهم الى حين. وقد ذكرنا في بحث البداء ان هذه الاراده الاولى وتغييرها الى اراده ثانيه ليست اعتباطا. وانما الله اراد عذابهم لانهم كفروا. ولكن لما امنوا الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم العذاب. فايمانهم سبب ان الله سبحانه وتعالى يرحمهم. مثل واحد كافر هذا الكافر حكم التشريعي أن تقاتل مثلا كافر حربي فالله يأمرك بأن تحاربه إذا أسلم الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تكف يدك عن محاربته بل أن تعتبر أن تعتبر أن تعتبره كأحد المسلمين زين واحد يقول شلون صار؟ قبل ساعة الله يقول حارب واقتله الآن يقول الله سبحانه وتعالى لا تحاربه واعتبره أخلك لك نقول السبب في ذلك انه كان كافرا الله امر بقتال الكافر الحربي هذا في الامر التشريعي كذلك في الامر التكويني زين هل يمكن ان تكون اراده تشريعيه دون اراده تكوينيه؟ نعم الله سبحانه وتعالى امر ادم الا ياكل من الشجره ولا تقربا هذه الشجرة هذه الإرادة كانت إرادة تشريعية مو إرادة تكوينية وإرادة حتم لأنه لو كانت إرادة تكوينية وإرادة حتم يعني الله أراد تكوينا أن لا يأكل آدم إرادة آدم لا تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى هذا واضح إذا الله كان يريد اراده تكوينيه ان يجبر ادم على ان لا ياكل من تلك الشجره، كان يتمكن من الاكل منها؟ لم يتمكن من الاكل منها، لان لا شيء يغلب اراده الله التكوينيه. لكن الله سبحانه وتعالى اراد تشريعا بان لا ياكل ادم، يعني نهاه عن تلك الشجره. اما تكوينا اراد ان يكون ادم مختارا، ان لا يكون مجبورا. فلذلك حينما ادم اكل من الشجره هل غلبت اراده ادم التكوينيه اراده الله التكوينيه؟ كلا، لان الله اراد ان يكون ادم مختارا فاذا ادم اكل من تلك الشجره هذا كان حسب الاراده التكوينيه لله بكون ادم مختار فاختار اكل الشجره. او الاكل من الشجره. فاذا واحد يجي يقول شلون هنا اراده الادم غلبت اراده الله لا ماكو غل غلبه الله تكوينا اراد ان يكون ادم مختار لكن تشريعا نهاه عن اكل الشجره في قضيه ابراهيم الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يذبح اسماعيل هذه بالاراده التشريعيه لكن بالاراده التكوينيه ما اراد ان الابن يذبح. فلذلك ابراهيم لم يتمكن من ذبح اسماعيل. في الحديث انه كان يضع السكين، جبرائيل كان يقلب السكين. في حديث اخر انه السكين ما كان يشتغل. يعني كلما مرره على عنقه اسماعيل ما كان هذا يشتغل. كانه فد شيء مثلا حديده غير حاده تضعها ففي بعض الاحاديث او المرويات انه اثرت اثرا بالحمار كانه مثلا انت تجيب فد عصايه فد عوده كذا تمررها على عنقك يصير خط احمر لكن لعدم حديتها لا تؤثر لا تشق اللحم والعظم هسه في بعض المرويات ان ابراهيم كلما حاول لم يتمكن فالقى السكين هذا السكين اصاب حجرا فشق ذلك الحجر لحدته السلسان الحال او ان الله سبحانه وتعالى بالاعجاز انطق ذلك السكين انه الجليل ينهاني والخليل يامرني فهنا كانت إرادة تشريعية بالذبح ولم تكن إرادة تكوينية لذا لم ينذبح. إذا هذا الأمر يتضح البحث في البداء يتضح، البحث البحث في النسخ يتضح، يتضح كيف أن الله سبحانه وتعالى يأمر العباد ويعصون، ينهى العباد ويعصون كيف العباد ارادتهم غلبت اراده الله كلا لم يكن هناك غلب الاراده بل الله تكوينا اراد ان يكونوا مختارين فاذا فعلوا فعلا عصيانا ترك طاعه فانما يعصون لان الله اراد اختيارهم فايضا صار ضمن اراده الرب سبحانه وتعالى الله اراد اختيارهم مو انه اراد معاصيهم اراد اختيارهم فلانه اراد اختيارهم لذلك هم باختيارهم يؤمنون باختيارهم يكفرون فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن هذا حاصل ما في هذا الحديث الشريف عن ابى الحسن يعني الرضا عليه الصلاه والسلام قال ان لله ارادتين اراده تكوينيه اللي هي اراده حتم وإرادة تكوينية اللي هي إرادة عزم. ومشيئتين مشيئة تشريعية مشيئة حتم، ومشيئة تشريعية مشيئة قابلة للنسخ. طبعا في العبارة إرادتين ومشيئتين، أكو شرح آخر نتركه. إن لله إرادتين ومشيئتين. إرادة حتم وإرادة عزم وكذلك مشيئة حتم ومشيئة عزم فيمثل الإمام مثالين ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء ينهى يعني الله نهى آدم عن أكل الشجرة لكن شاء يكون آدم مختارا لم يشأ منع آدم تكوينا شاء اختياره ويأمر وهو لا يشاء الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بالذبح تشريعا لكن وهو لا يشاء تكوينا لأنه لم يشاء تكوينا الذبح لم يتحقق على رغم أن إبراهيم حاول فينهى نهيا تشريعيا وهو يشاء يعني يشاء تكوينا لا بمعنى مشيئة جابر لا مشيئة الاختيار ويامر تشريعا وهو لا يشاء تكوينا او ما رايت انه نهى ادم وزوجته ان ياكلا من الشجره لان المنهي عنه كان اكل الشجره ولم يكن خاص النهي بادم النهي كان لادم وحواء ولا تقربا هذه الشجره يعني لا تقرباها بالاكل ولا تقربا يعني انت وزوجك. انه نهى ادم وزوجته ان يأكلا من الشجره وشاء ذلك، شاء ذلك يعني شنو؟ لا انه شاء يعني اجبرهم على اكل الشجره، لانه اذا واحد كان مجبور على فعل عقابه لا معنى له. اذا واحد مجبور، يعني افرض فد واحد مثلا مرتعش اكو بعض الناس يصابون بمرض الرعاش زين هذا اللي يصاب بمرض الرعاش هل يعاقب على رعاشه؟ كلا لان مو باختياره اذا واحد ولد ابيض او ولد اسود يعاقب على سواده او بياضه؟ كلا هذا الظلم لانه لم يكن باختياره، وانما العقوبه على الامر الاختياري. فالله سبحانه وتعالى كيف يعاقب ادم على اكله الشجره اذا كان هو اجبره على اكل الشجره. وكيف الله سبحانه وتعالى يجبر الانسان على ما ليس فيه المصلحه لانه نهاه عنه. اذا نهاه عنه يعني ليس مصلحه فيه، ينهاه لكن يجبره على ذلك. هذا ايضا خلاف الحكمه والله سبحانه وتعالى حكيم. فمعنى وشاء ذلك يعني شاء ان يكون مختارا مع علمه بانه سيختار الاكل. الله سبحانه وتعالى نهى العباد مع انه يعلم بمن يطيع ومن يعصي. لكن علم الله سبحانه وتعالى ما صار سبب لجبر هؤلاء على ان يفعلوا او ان لا يفعلوا. يعني كل واحد من الناس الان سواء اطاع او عصى الله سبحانه وتعالى من الازل يعلم بذلك، لكن علم الله ليس سبب لاطاعه المطيع ولا سبب لعصيان العاصي، وانما العاصي باختياره اختيار العصيان والمطيع باختياره اطاعه اختار الاطاعه. والعلم لا يكون سببا لفعل العباد، ونحن فيما مضى مثلنا مثال انه انت تعلم بانه غدا ستطلع الشمس، هل علمك سبب لطلوع الشمس؟ كلا. الله من الازل يعلم بان فرعون يختار الكفر، هل علم الله سبب لاختيار فرعون للكفر؟ كلا. ولو لم يشأ ان يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى لو اراد منع ادم وحواء تكوينا من اكل الشجره هل كان يتمكنان من الاكل؟ كلا، لانه لا اراده تغلب اراده الله سبحانه وتعالى. فلذا الامام يقول ولو لم يشا ان ياكلا، يعني الله سبحانه وتعالى تكوينا اراد منعهما بالاجبار. لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا مثال. المثال الآخر وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق. في هذا الحديث موجود أن يذبح إسحاق. الشيخ الصدوق راوي نفس هذه الرواية وفي هذه والرواية وأمر إبراهيم أن يذبح ابنه. غالب الروايات يدل على أن الذبيح كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفي بعض المرويات خاصة مرويات العامة أن الذبيح كان إسحاق لكن ظاهر القرآن يدل على أن الذبيح كان إسماعيل لأن إسماعيل كان أكبر من إسحاق مثلا في سورة الصافات هكذا يظهر أن الذبيح كان إسماعيل فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الآيات بعدين تبين القضايا المختلفة إلى أن يقول كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يعني بعد تلك القضية اللي أمره الله بذبح ذلك الغلام الحليم بعد ذلك بشره بإسحاق نبيا من الصالحين اللي هذا يدل على أن الذبيح غير إسحاق وكذلك هو المشهور فلعل في هذه الرواية من بعض الروات صار خطأ أو تصحيف وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق البعض هم قالوا أنه الله سبحانه وتعالى لعله مرتين أمر إبراهيم مرة أمره أن يذبح إسماعيل ومرة أخرى أمره أن يذبح إسحاق جمعا بين الروايات لكن الأظهر هو أن الذبيح هو واحد وهو إسماعيل وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولو ولم يشأ أن يذبحه يعني صحيح كان امر تشريعي لكن الاراده التكوينيه ان لا ينذبح الولد ولو شاء لما غلبت مشيئه ابراهيم مشيئه الله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى اذا كان يشاء ان هذا الابن يذبح خلص ابراهيم حتى لو ما كان يريد يذبحه كان يذبح لأن الله سبحانه وتعالى أراد إرادة تكوينية نحن إذا أردنا شيئاً والله أراد بالإرادة التكوينية المحتومة شيء آخر ماذا يتحقق؟ يتحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى، لا ما أردناه. إذا احنا الآن هم نتمكن أن نفعل بإرادتنا لأن الله أراد أن أراد أن نكون مختارين. فأيضاً هذه إرادتنا بسبب إرادة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين على حسب أحد التفاسير في هذه الآية لأن الله شاء أن تكون مختاراً فلذلك أنت تتمكن من أن تشاء أفعالك. فإذا الله سبحانه وتعالى مشيئته التكوينية غلبت مشيئة إبراهيم التكوينية. إبراهيم كان يريد الذبح الله ما كان يريد الذبح لذا لم ينذبح إسماعيل. لو الله كان يريد إسماعيل ينذبح هسه إبراهيم ما كان يريد إرادة الله كانت تتغلب على إرادته. ابراهيم عليه السلام. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. <applause>